والمدارس الجامعة من خيرة المدارس اللي أنا عرفت وشفت وأنا متابع لها من سنوات طويلة، والحمد لله النجاح اليوم طعمك نجاح، هذا متكرر، وهذا عامها 13 أو الدفعة 13 وعامها 14، هذه مدارس نفخر بها، يفخر بها الخرج وتفخر بها المملكة كلها، وشفنا اليوم نتاج عسى الله يديمه إن شاء الله، ونبارك للأهل قبل الأبناء، وما يستغرب من الإدارة الحميدة والرجال اللي نشوفهم رجال التعليم ورجال الإدارة، ما يستغرب منهم هذا النتاج الطيب، ونتمنى لهم التوفيق الدائم وإن معهم حول الله كل سنة. الله يحفظك. شكرا. وهنئ لابن نايف بمناسبة تخرجه من المرحلة الثانوية في هذا العام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويعينه ويكمل مسيرته الدراسية بكل تميز، كما انتهز هذه الفرصة بتهنئة جميع زملاء الخريجين في هذا العام، وأشكر أخواني أعضاء الهيئة التدريسية في مدارس الجامعة على جهودهم التي بذلوها، على رأسهم مدير المدرسة ووكلائها ومرشديها، وأسأل الله سبحانه وتعالى التميز لهذه المدارس والتوفيق للجميع. يطيب لي في هذا اليوم المبارك الذي تغمرني به مشاعر السعادة والفرح أن أهنئ نفسي أولا، ثم أهنئ ابني إبراهيم بن عبد الرحمن الحارثي بمناسبة تخرجه من ثانوية مدارس الجامعة بالخرج العام الدراسي 1444 هجري. كما يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالتهنئة القلبية لجميع زملائي من أبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات من مدارس الجامعة وإلى أولياء أمورهم، وأقول لهم حقا لكم أن تفخروا وتسعدوا بأبنائكم الذين بذلتم من أجلهم الغالي والنفيس لبناء مستقبل زاهر لهم وتأسيس حياة لهم موفقة بإذن الله تعالى. إن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بفضل الله عز وجل، ثم تلك الجهود الكبيرة المباركة التي بذلت بداخل أسوار المدرسة التي تمنى عليها فلذات أكبادنا، فالشكر لله عز وجل أولا، ثم لمدارس الجامعة بالخرج ممثلة بجميع منسوبيها من قائد المدرسة والهيئة التعليمية والإدارية، فلهم منا جزيل الشكر والعرفان. وبالختام أسأل الله أن يوفق أبناءنا وبناتنا الخريجين بما فيه صالح لدينهم ووطنهم وولاة أمرهم، وأوصيهم بمواصلة مسيرتهم التعليمية لينالوا أعلى الدرجات العلمية التي يفخر بها وطننا الغالي. بداية أحب أن أبارك للابن محمد بن راشد السلامة على تخرجه لهذا العام 1444، أيضا التهنئة والتبريكات موصولة لجميع زملائي الخريجين لهذا العام، ودعواتي الصادقة للجميع بدوام التوفيق، وأن الله ييسر أمورهم وأن الله يعينهم على خدمة دينهم ثم ليكم ووطنهم. أيضا الشكر موصول حقيقة لجميع الإداريين والمشرفين والمعلمين في مدارس الجامعة لجهودهم التي لا تعد ولا تحصى لتميز أبناءنا وتوفير ما من شأنه للرقي بجميع مستوياتهم، سواء في الشهاداتهم أو في الاختبارات القدرات أو في التحصيل أو في أي توجيهات أو تعليمات تصدر لهم من إدارة التعليم بمحافظة الخرج أو وزارة التعليم. في الختام حقيقة المشاعر لا توصف ولا يتسع المجال لبيانها في هذه اللحظات، لكن نقول لله دعواتنا الصادقة لكم جميع الأبناء الخريجين بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإبن العزيز فيصل فخور جدا بهذا الإنجاز، سائلا المولى الكريم أن يكون بوابة لمزيد من الإنجازات والنجاحات القادمة بإذن الله عز وجل لك ولزملائك. الشكر وصول لإدارة مدارس الجامعة والإرشاد الطلابي والمعلمين على إدارتهم الاحترافية وتعاملهم التربوي مع أبنائنا الطلاب، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عن ذلك خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الطالب عبد الله بن فيصل الضويحي، أنا من خريج سنة 1444، وحاب أشكر هذا التخرج إلى أمي وأبي، وحاب أشكر زملائي وإدارة المدرسة الذين ساعدون على هذا الإنجاز الكبير.
وأتمنى لي التوفيق في الأيام في المرحلة الجامعية بإذن الله ولزملاء الطلاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب نايف مشاري العصيمي، خريج هذه السنة 1444 هجري. أهدي هذا التخرج لأهلي ولزملائي ولجميع من يعز علي، وأشكر مدارس الجامعة من الكادر الإداري والتعليمي على جهودهم المبذولة معنا كطلاب. وفي الختام أود أن أتمنى كامل التوفيق لزملائي في حياتهم العلمية. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. معكم الطالب زياد عمر ناجي، خريج مدارس الجامعة 1444 هجري. أهدي هذا التخرج لأهلي وأحبابي وجميع من يعزون علي، ونشكر مدارس الجامعة على الجهد المبذول معنا كطلاب. وأتمنى لأحبابي وأصدقائي في المدرسة التوفيق في حياتهم العلمية بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تركي عبدالعزيز التميمي، خريج هذه السنة عام 1444. حاب أهدي التخرج إلى والدي ولزملائي ولكل من يعز علي، وحاب أشكر مدارس الجامعة على جهودهم المبذولة. وبالختام أتمنى التوفيق لي ولجميع زملائي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب وسام عبد الله الشهري، خريج سنة 1444. أود أن أهدي هذا التخرج لأقاربي ولوالدي وجميع من يعز علي. وأود أن أشكر مدارس الجامعة الأهلية وأتمنى التوفيق لي ولجميع زملائي. معكم الطالب محمد سند آل حفيظ الدوسري، خريج هذه السنة 1444. حاب أهدي هذا التخرج لوالدي وزملائي وكل من يعز علي، وحاب أشكر مدارس الجامعة من إدارة ومعلمين على جهودهم المبذولة، وأتمنى لي ولزملائي التوفيق وشكرا. معكم أخوكم الطالب الخريج عبد الملك عبد الله العاصمي. حاب أول شيء أهدي تخرج هذا الوالديني وزملائي وكل من لحق، وحاب أقول الشكر ما يوفي حق مدارس الجامعة وكل من درسني من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي. الحمد لله والشكر، لحظات ما توصف، اللهم لك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.